اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسلامه. النهارده عامل لكم طريقه عمل كباب الحله في البيت، طريقه سهله وجميله جدا هتعجبكم، اجمل بكتير من الكباب العادي. سهل ولذيذ، بياخد بس شويه وقت على النار، بس بجد يستحق، طعمه بجد تحفه، يا رب تجربوه. يلا بينا نبدا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه هجيب 3 معالق كبار من السمنه على النار، بتبقى طعمها جميل جدا بالسمنه او زيت اللي تحبوه. وبعد كده هنزل بكيلو من البصل، قطعته لشرايح بالشكل ده، كبيرة شوية وعلى نار متوسطة، انا مش هسويها قوي، هنزل باللحمة على طول، اعتبرها عبال ما تتحمر شوية على النار مع السمنة. وبعد كده هنزل بكيلو من اللحمة، غسلتهم كويس، انا بستخدم كيلو من البصل على كيلو من اللحمة، غسلته كويس. وبعد كده هنزل بالبهارات، معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والكمون والحبهان والجنزبيل والقرفة، تديهم طعم جميل جدا، هي دي البهارات بتاعتي، وهدمجهم مع بعض كويس على نار متوسطة، مش هزود عليهم أي مية خالص، البصل هينزل ميته، جميلة جدا وطعمها بتبقى جميل. القرفة زودوها، بتديها طعم جميل جدا وبتشيل الزفارة. هنزل بمعلقة صغيرة من القرفة والجنزبيل والبهارات كلها، بمعلقة صغيرة بهارات جميلة بتديها طعم جميل جدا، وندمجها على النار مع البهارات، مش هنعلي النار قوي علشان مش تحرق، هنخليها على نار هادية او متوسطة، هسيبها على النار لحد ما تستوي وتنزل ميتها كده. بعد ما استوت شويه ونزلت الميه بتاعتها وابتدت تغلي، شايفين بقت عامله ازاي ولونها اتغير. وبعد كده لما الميه تنشف خالص هننزل بكوبايتين من الميه، بعد ما البصل ينزل ميته وتتحمر والميه تنشف خالص، هننزل بكوبايتين من الميه، كوبايتين من الميه البارده. بعد كده هنسيبهم لحد ما يغلوا على النار وتستوي، هدمجهم كويس لحد ما اللون بتاعها يتغير بالشكل ده. ده حوالي نص ساعة على النار لحد ما استوت، والمية اللي انا زودتها تاني نشفت معايا واللون اتغير بالشكل ده. اول ما نتأكد ان هي استوت هنطفي عليها، وهيبقى هو ده اللون بتاعها كده. بعد ما نشفت واستوت معايا شايفين شكلها عامل ازاي وطعمها اجمل بكتير، هو ده اللون بتاعها. طريقة جميلة جدا وسهلة، طعمها جميل جدا وسهلة، يا رب تجربوها. حطيت عليها شوية خضار من على الوش، مخليين شكلها جميل جدا وطعمها اجمل بكتير، والملح بتاعها مظبوط، جميلة جدا وسهلة، والبهارات اللي احنا ضفناها مديلها طعم جميل جدا والملح بتاعها مظبوط. وبكده يكون خلصنا الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعمونا بلايك لو الفيديو عجبكم، وتدخلوا قناتي وتشوفوا الفيديوهات اللي انا منزليها تعجبكم جدا، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.